بسم الله علي. هي يا ولد. ايه شو ضبطت يا عيال؟ اكل يوم كنت ماشي بالدائري الساعة 2 بالليل، والدائري فاضي معروف الساعة 2 بالليل، ماشي وسرعتي 80 مهدي وعلى رواقتي، وكانت وقتها شتاء وبرد قارس ما علينا، وراعي بمرات الا في وراء موتر بعيد. يوم رايت المرات في موتر بعيد ما بلا انا وياه، بالدائري كله ما بلا انا وياه. عدلت وجهي من المرات ورعيت لطريقي، والله يا عيال جلست ما يقارب 5 ثواني، رجعت رعيت لمرات الا اقترب هذا الموتر، اقترب اقترب، والمشكلة انه هذا الموتر يميل علي، جالس يميل علي. انا قلت خله بيجنح شوي، هذا الموتر جالس يميل علي يعني ناويني. والله يا عيال ما سمعت الا قسم بالله العلي العظيم يا عيال انه شطفن من قوة الشطفة انسدت اذني، والله اني ما ابالغ ان اذني انسدت. رأيت الموتر هو موجه، حاولت اني ابي القط ملامح الموتر، وشو هذا الموتر؟ اقسم لاني ما بالغ، يمكن اقول لك يمشي 260 الى 300 تقريبا. رأيت زي كذا الا كابرس، والله يا عيال كابرس اسود، ما ادري لا تسأل عنه، في لوح ما في لوح، يالله انا شفت الموتر ما شاء الله يالله لحقت عليه، وانا متأكد 2 بالليل اكيد انه ما بلوح الموتر، خلاص معه موتر قوي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما هو محتاج للوح، ما حد قادر اصلا يلحقه لا مواطن ولا عسكري، بعد لو بحلف تلقاه مسلح، ما حط بدمك بس تلقاه مسلح 100%. يقول راكب اللي ما شريته للمرابح، ما شريته غلب عن والدينه. ان قفيته يعجبك نور الكوابح، وان طحته يعجبك وجهه وعينه، وان عطى الخط المزفله جاك سابح، مثل سباح مجهز باكسجينه ينظم الكيلو مثل نظمه المسابح. طيب مو موضوعنا هذا. طيب بما ان موضوع مقطعنا اليوم عن مقاطع مستحيل تصدقه لو لم يتم تصويره، ابوريك مقطع الراعي ربع يحول، واضح انه طفشان وطالع اخر الليل ومعبي بنزين ويمشي 30 يحول، وجالس يصور بسناب يبي احد يخاويه، لكن ما درى انه كان بيخاوي ملك الموت، لكن يحول واضح ان امه كانت تدعي له ولا ورا واحد يدعي له. يا ويس قلبي شوفوا الفيديو. أبعيد الفيديو بالبطيء وأتحداكم تلقطون وش الموتر اللي شطفوه، أتحداكم تحدي. طبعا راعي الربع يمشي 30 واللي شطف يمشي 200، لو اللي شطف صادم راعي الربع بيصير انفجار مو بس حادث، راعي الربع كأنه واقف يمشي 30، بس سبحان الله سؤال كيف قدر يمر؟ هذا اللي أذهلن، راعي الربع تقريبا مسكر الشارع، ما أقول له سبحان الله، والله ما أحط بذمتي بس لو إنه صادم راعي الربع إنه لا يقبل راعي الربع كذا على طول للمقبرة، ما في يعني تفاهم، اثنينهم كلهم بيموتون بيشلون لحمهم بأكياس. ثاني فيديو، طبعا كلنا نعرف ان وقت الخشات لازم تلقى اللي يطلع بالشارع ويعزز ويسوي حركات بنص الشارع، واغلبهم يحول يندعسون يا كثر ما ماتوا، واللي صدمهم الله يعين وقسم بالله انه يتمنى لو مات معهم، يسكون عليه بالسجن 5 سنين واخرته الله يرحمنا برحمته. مو هذا موضوعنا، ابوريكم فيديو الكابرس واش الطبلون للاخر، داعس ما يمزح وناوي يهجول، شوفوا طاير مجلعد، لكن اول ما بطح الموتر وفجأة طلع بوجهه واحد، شوفوا شلون. والله الكابرس كان موجه عليه لكن فكه الله، جالس يركض يا حول يبي السلامه، والله ما ألوم لو صادموا الكابرس وفاة بنسبة 1000000%، الكابرس ماشي سرعة عالية وزين انه قدر يسيطر يا حول، حتى هو من القروشة والخوف تشقلب بالنهاية. ننتقل للمقطع اللي بعده. ثالث فيديو لشخص يمشي بشارع سيد واحد، معروف الشارع سيد واحد اللي رايح جاي بدون رصيف، ما في شيء يفصل بين الرايح والجاي غير خطوط بس ما في رصيف، هذا حر رجال رايح ومشغل اغنية ترى بدونك مدري وشو فارق الدنيا زي كذا، اغنية باه انه واحد يموت، ما درى يحول انه كان يبي يموت الا ثواني، مثبت السرعة على 194 وماشي بدربه، شوفوا الفيديو. السلك عليا
اللي فكه الله. رغم من هذا المنظر لو تشوفه قدامك والله عسى الغالي ما يشوفه هذا المنظر. المشكلة انه ماسك جواله والشارع سيد واحد، يشوف الممر اللي يبي يمر من عنده، ممر الموت هذا، ممر يخرع. لكن سبحان اللي انجاه سبحان اللي انجاه، هذا اللي يقوله. رغم انه يمشي سرعة عالية، يعني لو انه صدم ولا لف عليه هذا الجيكسار وفات مليار بالمية، ولا لو راع الشاحن يمرتبك معطي الموتر شوي زي كذا لفن عليه الله يرحمه. لكن سبحان اللي وقع هذا الرجال. تحول من الخوف كاتب بغى يصرمنا، اي والله بغى يصرمنا يا ويس قلبي. ربع فيديو، الولد ما شاء الله واضح انه ولد نعمه ما شاء الله، يعني ولد معه فلوس الله رازقه، معه موتر لكزس، معروف المواتر لكزس البي ام البانوراما اللي هي المرسيدس، مواتر حقات ثقل من حقات سرعه وتخشيش، لا حقات طرق مفتوحه. لكن هذا الولد يحاول يمكن مزاجه كاليوم خلاه يسوي هذه الحركات، جالس يخشش من بين السيارات. لكن شاف اللحظه الحاسمه بعينه، المشكله انه طاير وماسك الجوال يمشي حول 189. 189 ما هي سرعه بسيطه، لا سرعه عاليه جدا. وغير كذا ماسك الجوال، الجوال يقروش. شوفوا لا اله الا الله شلون نجا، شوفوا. طبعا الظاهر انكم شايفين المنظر كيف الشاحنه داخله باللكزز، ما ادري شلون تخطاه لا اله الا الله. الشاحنه اصطبه داخل عندهم ما شاء الله، بس ما ادري شلون الله انتقهم. سبحان الواحد الاحد. انتبهوا يا عيال تكفون، لا تجلطون والديكم، تكفون لا تجلطون اهم بهالحركات. المشكله الحين يا كثرام اللي طيحين بيصور وهو يشطف وزي كذا، لا والله ما تسوى تنزيل دمعة والديك. شوف والله ما بيسوي نفسي انا الفاهم، انا اللي مطوع زي كذا ملت. لكن يا اخي خوف على والديك قبل خوفك على نفسك. خامس واخر فيديو، جاني منشن بالانستغرام من 4N9Y شرطه تحت، يقول هذا مقطع انا صورته، كنا طالعين انا وخالي وكنت اصور وشطفنا السياره، المقطع قبل 5 شهور. ما ادري والله هو الرجال صادق انه هو اللي مصوره او لا، لكن خلينا نشوف الفيديو مع بعض. اول شيء الحمد لله على السلامه، والله يا انكم دخلتوا به الا ثواني، اصطبه ايضا كان بينكم. لكن انا ملاحظ ملاحظه يا اخي غريبه سبحان الله، اول ما قال المشنقه مليانه اللي يغني على طول انتم سبحان الله كذا بغيت تصدمون. يوم خلصت الكلمه تخطيتوه. الحمد لله على السلامة، بس أشوك أنتم مهدين، كانت عندكم السيطرة الكاملة على الموتر الحمد لله. بس إلى هنا الصراحة انتهى مقطعي، هدفي من هذا الفيديو هو التحذير، مو هو تحريض ولا هو زي كذا. لكن الصراحة أنا ملاحظ هالأيام الشطف وما الشطف زي كذا، هذول انكثرانات. وعندي مقاطع لو تبون نكثر من هذه الأشياء أبشروا، عندي ترو لليل، ودائما ما قصروا والله لولا الله ثم اللي منشنون كان ما جبت لكم المقاطع، ترى هذه كل المقاطع من اللي منشنوني، يعني اعلمكم من الاخر. وبس شكرا لك على المشاهده اذا وصلت هذه الدقيقه. والله انا ما ادري ايش اقول حتى. الو كاد، مع السلامه، اثبت وجودكم بالتعليقات اذا وصلت الى هذه الدقيقه. وبس مع السلامه.